تيست تيست مايكروفون اوف اون. كنسلموا على كاع المغاربه في كاع لي زون اللي كيسمعوا لينا في الراديو ديال الدار ديال الطوموبيل ديال التليفون. حلقه جديده في ستو حلقه جديده مع ضيف جديد فيلينغ جديد وغادي نعيشوا قصه جديده عاوتاني على اذاعه ام اف ام. ولكن قبل ما نمشيو عند الضيف كطمئنوا عليا كل حلقه هذا الصوت المزعج كي دايره مريم بخير؟ لا اوه بديتي بيا انا الاولى ميرسي. اعترفتي ان لي فام دابور. اه ديما تبدا بالعيالات ومن ديما الثقافه كانت تبدا بنبيل العيالات فين هو الجاني صافا مزيان اش اخبارك نيويورك فاش كديري نيويورك كتلبسي داكشي كنعرف النورث فيس برو. اه كنعرفوا داكشي راه فهمتي كنعرفوا هيب ها. اه باوي بيان سور. اه كاين المريخ السوداني كيدير خويا صافا هاني طنزانيا تنز علينا خويا. لا لا مزيان كدير زكريا الله يحفظك ليا خويا الدرهم كومبريسيتو نبيل فينا. اه وحيدنا لي اللي كملها صافا ماشي هذا هو الموضوع صافي خلي نبيل تم بعد يقول لنا فين كاين الله يدير لي فهم صافا انتوما مزيانين والله حتى في نعمتين شامله. انا دابا مع هاد الشهر كيبداو دوك لي فاكونس تاع راس العام بنادم كيبدا يفكر. نبيل سمعتو كيفكر يمشي لميلانو. ميلانو اي اي بالنسبه لك انت ميلانو اش كتعني؟ انا ميلانو واعره بلال بحال ديما ضروري بلال ضروري ما علات لك والو بلال زعما واخا ماشي كريسبو مزيانه شنو كريسب اللعابه ديال ميلان القدام لاسي ميلان. اه لاسي ميلان كتعني لي الفينال ديال 2005. اسمع اسمع ميلانو اش كتعني لك مريم؟ هي ميلانو ايطالي كامله زعما كتعني لا مود اخويا. خساريه الحفاري اش ديك ما فهمتش كتقلبي في البال الله يقبح الله وسعيد مال البال مالو كتفوت الحوايج. اه بالينو ماشي ميلانو. انا كتعني لي حاجه اخرى وخصوصا اليوم كتعني لي واحد لارتيست اللي دار لا كارير ديالو بدا في 2005 تقاتل صراحه لا كارير ديالو لا جيتي تلخصها ما بين الياس والامل ما بين الفشل والنجاح الحمد لله. هاد لارتيست اليوم غادي نتصنتو ليكستري الثالث ديال الالبوم ديالو اللي جاي شوري ميلانو اصل ميلانو تحد ما كيصرف علينا فرودا وحتى كيجي البنان هذا كيبانو لحاسه كابا جاميلا سبعاتو سمعت والله الارتيست ديالنا. مرحبا بك اخويا على اذاعه ام اف ام. نهار كبير هذا غنشدو معاك ستون غادي نعرفوا بزاف ديال الحوايج من بيناتهم واش هاد التراك داخل في الراب ولا لا والستيل ديالك بدلتيه ولا لا واش كاين شي جديد اللي باقي ما عطيه حتى شي واحد. ولكن قبل ما نمشيو لهذا الشيء غادي نرجعوا معاك اخويا واحد فلاش باك كبيره كيف في ستون وغنشدو معاك ستون في حياتك وغادي نعرفوا بالضبط بالضبط سبعاتون شكون هو عبد العليم شكون هو. اللي انا كنعرف هو ان سبعاتون الاي كي اي ديال سبعاتون جات من واحد الريزولتا كنتي جبتي 4 في النتيجه وقلتي للدار 7 وبقات عليك في الدرب ديال سبعاتون. وهادي واش نتوما عندكم ولاد الدرب بحال زكريا؟ اه جنسكم في ليساس فا وبحكم ليساس فتا هي حي شعبي اه ضروري كيكون فيهم زكريات زكريات فهمتي كيكونوا القاب بزاف زعما كل واحد كيكون عنده لقب لقب لقب. كانت في ديك النتيجه الصفرانيه في ديك النتيجه الصفر ناري انت صاحبي توحشنا ثلاثه الدورات اخويا ياك كانوا ثلاثه الدورات مريم راك قرات كانوا خمسه ماشي جوج واقيلا ياك كاينين جوج. اه كانوا ثلاثه الدورات ديك الوقيته كنتي قراي ولا لا؟ انا كنت كنقرا مزيان مي ما كنتش مهتم بالدراسه هذا هو الغلط اللي درت فهمتي زعما هذاك الاهتمام شي غلط احنا ما مهتميش وخدامين معاك الحمد لله ماشي غلط بالعكس بالعكس الحمد لله بالعكس بالعكس حنا خوت دابا وعائله ومريح بالعكس كنحس راسي مرتاح. بغيت نعرف مدرستكم واش كانت بحال مدرستنا؟ لا ميم نفس المدرسه حي شعبي كانت مدرسه بعيده شويه كتضرب شويه الطريق في العشيه ملي تخرج لقيته ديال الظلمه خصك تمشي تجري باش توصل للدار بكري فهمتي زعما نفس الطقوس عارف علاش كتجري كابتن ماجد كابتن ماجد حلاوه ملي كتلقى البرلمان في بلاصه كابتن ماجد والله ما نسمح لهم والله ما نسمح لهم لا. دونك عشتي الطفوله ديالك كما اي واحد في حي شعبي يعني كما اي واحد كملتي انت اللي سي ياك قريت حتى للثامنه بحكم ديك الوقيته هي الفتره اللي بدات شويه البليه شويه الزيغه شويه فهمتي بصح الدراري شويه منكم مشيو البحر كذا كذا ديك الساعه بحال قلتي ما اهتميناش بالدراسه ما كناش عارفين بانها مهمه مي دابا الحمد لله كملنا الدراسه حتى كبرنا وبدينا نقراو تبارك الله عليك. في 2003 لقيتي واحد الكاسيطه ديال امينيم خدمتيها عجبك الستيل عجبك الهيت وبديتي كتسمع للراب
وي ماشي كاسيطه وحده مي كاسيطات بزاف. صراحه كلهم سولوك انا بغيت نعرف فين لقيتيه حيت قلبت ما لقيتش فين قلت شي واحد فين لقيتيه في بلاصه كيكون مليوح فيها حاشاك الزبل وداك الشيء جايين حنا مليوحه في الطريق فهمتي. كنت انا واحد الدري ولد عمتي هو عارف القصه دابا الا كان كيتفرج. كنا جايين ولقينا بزاف ديال الكاسيطات بزاف فهمتي ومنهم ديك الكاسيطه فيها كولور في وقيلا جو بونس الى عقلت في الكحل والاحمر اييه وصافي. وكنا كنجربوهم في واحد المسجله ديال الوالد كنجربوا الكاسيط كامل ولكن هذاك الكاسيطه بالضبط كان في هذاك الراب امريكان فهمتي جاتنا مغايره الشيء الاخر فيه غير الشعبي فيه كذا كذا هي جاتنا مختلفه شويه فهمتي وصافي و تقريبا اكثر في 2003 و 2004 تقريبا البونس ما قالش. وعامين من بعد بلي شي كترابي في 2008 خرجتي بالبومك الاول رخيه. ديك الوقيته فاش سميت الميكستاب سميتها الرخيه حيت في الاول كانت غير كتابه فهمتي كتكون غير كتابه وريبيتيسيون في الدار وكتطلق مزيكا وهذه ولكن ما عمرك دخلتي الاستوديو وسجلتي وسمعتي لاقام ديالك كيفاش دايره وهذه. شكون اللي شجعك سبعتون باش تدخل تغني؟ بزاف الناس واكثرهم هو ايوب رافائيل اللي خدام معايا اللي هو ماناجر ديالي دابا يعني عزيز علي داك الدري وحق الله شوف غنقولها كلمه حق باش ما يقولوش شي حاجه داك الدري مثال زوين للماناجرات فاش كتعيط ليه كيجاوب في التليفون فهمتي فايق بقى محافظ عليه اخويا بقى محافظ عليه. لا باش تعرف يعني انسان الا ضربتي معاه واحد المده طويله دونك ما كتكونش غير هكاك فهمتي ضروري الا كان زعما شي واحد ماشي ثقه ولا شي حاجه راك حتى عام عامين كتفارقوا اما راه مده طويله دونك كيعرفك من شحال هذه مدة طويلة احنا ولاد الدرب واحد وفهمتي الكارتي نفس نفس كانوا عندنا كنا متقاربين عندنا نفس الافكار كنا واخا كنسكنوا في واحد الحي شعبي مي كنقلبوا على شي حاجة برا فهمتي بصح. ومع العشير اكسبو حتى هو كيفاش جا الفيوتشر كان خرج هذاك لاميكستيب ديال الرخية مي كيما قلتي ما لقاش واحد النجاح اللي كنا باغيين حنا مي عرفونا واحد شوية الناس هذوك شويه الناس جاتنا حنا شي حاجه حيت ديك الساعه ما تيعرفك حتى شي واحد صح. من بعد كان اللقاء ديالي مع سبو اللي هو الصديق ديالي وكنقدموا ليه تحيه زي دابا تحيه ليه. الحاجه اللي عاوني بها هو انه كان هو عنده ديك الوقيته هو عنده استوديو فهمتي عنده ماتريال عنده استوديو كانوا مجموعين كدا انا ديك الساعه باقي بقي يلاه تنقلب على الاستوديوهات وداك الشيء عاوني وديك الوقيته كيكون مهم الاستوديو الرابر حيت باغي يجرب كيما قلت احسن حاجه يقدر يقدمها لك بنادم في ديك الوقيته وهي الاستوديو فهمتي زعما اللوكال فين تقدر تسجل وداك الشيء. درت فيتشرينغ مع سبو شي واحد شي فيتشرينغ واحد ولا مع جوج ولا ثلاثه ودرنا بزاف الاعمال انا وياه. كان هو عنده بنادم تيعرفو واحد الفئه كتعرفو انا كان فئه اللي تعرفني شويه بدا كيعرفني حتى انا بنادم تيهضروا معنا بجوج فهمتي بدينا تنحسوا بداك زعما بنادم راه كيتصنت لك خارج كازا مثلا قنيطره اكادير الرباط فوالا. شنو التراك اللي درتي انت وياه ديك الساعه؟ كان واحد سميتو وقيلا مع واحد ما كنتيش كتفكر زعما العنوان تبقى تفكر لي سيمانه ولا تجي مع قول قول صافي تحطها. من بعد كانوا جاو دي فيتشرينغ مع الكابريس ياسين الرامي حتى هو كان درنا فيتشرينغ كان مسكين في فرنسا وجا حتى لهنا المغرب تحيه ليه كبيره وصافي من تما بدات المسير بديت زعما بديت كنقلب على راسي زعما انايا كنشوف دي فيتشرينغ زعما دي سينجل جداد وكذا. ومن بعد خرجتي واحد تراك سميتو هذا لاوترو وكان هو اللي حبستي به راب. هذيك الحبسه الاولى حيت كاينين بزاف حساسه هذيك الحبسه الاولى. الحاجه اللي خلاتني نحبس هو كان فاش يلا بديت كندير الراب وداك الشيء كما كتعرفي باقي الوالدين تجيهم داك الشيء بيزار فهمتي راك تخرج على موسيقى اللي مشيتي في داك الشيء وما تديرش. وانا المشكل اللي كان عندي هو انني كنت كندير غير الراب ما كانت لا قرايه لا خدمه اون باراليل صافي بحال قلتي تفرغت لداك الشيء دونك ريسك فهمتي
انا داك الهضره اللي تنسمع من عند مولاي الدار لا راه خصك دير هكا في حياتك كذا كذا فريمون كتكون كيكونوا خايفين عليك فهمتي وي. انا ملي قوات عليا الهضره ووليت كنحس براسي تيعرفني بنادم وقع لي داك ما عرفتش واش نكمل ولا نرجع فهمتي كنقول واش بصح والدي راه باغي لي غير الخير واش بصح هادشي اللي تيقولوا لي راه غنطيح فيه مشكل ولا بصح الطريقه تخرجني مزيان فهمتي كان وانا نحبس حبست غير باش نريح مع راسي شويه باش نعرف باش تفكر باش ناخذ زعما شي قرار لي راه غادي نكمل صافي شحال خدمت كانوا اسمح لي زكريا كانوا مسامح لك انا كانوا كانوا قرارات اخرين يتخادوك وما كملتيش راه شنو البلون بي اللي كان عندك نمشي خويا نخدم شي حرفه كما بحالي بحال الناس كنتي حاط شي حرفه في عينيك ولا غير لا قلتي نتعلم لا نتعلم شي صنعه نتعلم شي حاجه وشنو الحاجه اللي خلاتك بالعكس كتعجبني الخدمه ماشي شي واحد اللي معاه كيس والحاجه اللي خلاتك تقول هذا هو القرار لا ناخذ نرجع الراب شنو هي الحاجه اللي خلاتك تاخذ القرار هو داك الحب اللي قلت لك من طرف الاصدقاء فهمتي كيبقاو يقول لك لا سطر عندك عندك شي حاجه زوينه زعما كمل كذا دونك امنوا بك صحابك فوالا هادشي هو اللي خلاك ترجع في 2012 الميكس تيب ديال جي بي كان ضربات زعما واخا كانوا فيها مواضيع قاصحه يعني داكشي ديال لاستريج وهذا ولكن كانوا مواضيع قاصحه ضربات عند الجمهور هذا الميكس تيب علاش لحقاش هذا الميكس تيب صراحه داك الجهد وداك الحب ديال الراب وجاي راجع وكذا فهمتي عطيت فيها واحد الانرجي كبيره بزاف فهمتي وفريمون كانوا شي 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 تراكات في ديك لا ميكس تيب باقيين عندي دابا تنصنت لهم مره تنجبدهم باش كنفكر انا مزك ليه ولكن ما هجريه زنقه امتحان 1437 هجريه كانت عندي تقريبا شي 27 عام هجريه وزنقه امتحان كانوا بزاف ديال التراكات اللي عجبو بنادم في ديك الوقيته جات سلاسة الحبسه هذه عاوتاني جات حبسه اخرى من وراها جات 2017 كان واحد الشو مع الفرده ديك الساعه مع الفرده كانت البلباله تماك في البوفار كنت انفيتيت من طرف الصديق ديالي الفرده تحيه لي كاغولي البولفار مشيت حضرت معاه كان عنده الشو ديالو قاد شو زوين هو تفرجنا في الشو ديالو وداك الشيء انا كنت مريح كنت تفرجت انايا كنشوف صاحبي فهمتي انت ما كنتيش مبروغرامي باش انك تطلع ديك الساعه لا ما كنتش في البروغرام انا كنت مشيت كنت تفرج فيه وانفيتي باش نجي نتفرج وداك الشيء واحد الوقيته واحد قال لهم راه كاين معنا واحد سيربرايز زعما تشوفوه كذا 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 دخلت عيط ليا بسمية ديالي دخلت عنده وقفت انا ويا فلاسين بدا البيبليك تيغني في لابيل فهمتي زعما بغينا نسمعوها فهمتي والدراري دغيا بالخف طن تيليشارجاو اللعيبه حلقوها حطوها وتغنات لابيل في ذاك الوقيته وجات زعما صدفه واو برافو 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 سباشون سباشون نديرو واحد البوز انت لا تختار لينا وي انت لا تختار لينا شي جوج تراكات غادي نختار ميلانو باقي جديد باقي عاجبني صح شوف ميلانو بقاو نعاودوه اش بالك في كل بوز نعاودوه مع تراك اخر مزيانه برومو ديال بصح وصراحه الاغنيه اللي كنلقى فيها راسي بزاف وكتبتها بواحد الحب كبير
هي طوكيو. طوكيو من بعد التراكات غادي نعرفوا 12 عام تقريبا 12 عام من 2005 حتى 2017 وانت مقاتل على الحلم ديالك. شحال من مره فكرتي انك تحبس انك ما تبقاش دير هذا الشيء انك صافي تبدل الحرفه كيف ما كنقولوا حتى راه ميتي، ولكن بقيتي واحد الامل صغير وواحد صحابك اللي بقيتي مدورهم بك وما اللي كيعطوك داك الامل انك بقيتي مكمل في الطريق حتى وصلتي البولفار وحتى سمعتي داك لي زيكو ديال النجاح ديالك وعرفتي باللي ان سبعاتون كاين الجمهور ديالو كاينه بلاصتو في الراب، ومن ثم قررتي انك دير واحد ستيل اخر وتمشي توسع الجمهور تولي اكثر اكثر في لاكارير ديالك. غادي نعرفوا هادشي كامل من بعد ما نتصنتوا لطوكيو والميلانو على اذاعه ام اف ام ورجعوا نشدوا معكم ستو. مرحبا. باش تزيد تكبر العائله تابوناو دابا وخليو كومونتير باش نشدوا معكم ستون في الحلقات الجايه. وحنا مازالين على اذاعه ام اف ام مازالين شادين ستون في ستون مع سبعة تو. مزيان الريمه جاتني هذيك في هذه الحلقه اخويا ستون ستون طوب خويا. هذا الشيء كاع اللي هضرنا عليه كان قبل 2017 والتراكات اللي جبدتو وهذا الميكس تيب ما كاينينش في يوتيوب باقي عاد الجمهور ديالك باقيين شي وحدين في لي فان ديالك محتفظين بهم. كاين السؤال ديالنا علاش بصح مسحتي هاد التراكات؟ الصراحه الهدف الرئيسي دابا الجمهور ديالك عنده هاد السؤال. فوالا الهدف الرئيسي هو في واحد البيريود كانت صراحه كديرونجيني واحد اللعيبه. كنت كنكون مثلا خارج في الزنقه ولا شي حاجه تتلاقى مع بنادم نتلاقى معاه ولا شي حاجه وتيدوي معايا بواحد الطريقه كيقول لي مثلا انا راه تنتصنت لهاد الاغاني ديالك تيدمروني تي فهمتي راه ملي كنكون مثلا بارك وكنشرب ولا شي حاجه راه تي فهمتي زعما من واحد الكوتي ما كانش كتعجبني ديك اللعيبه فهمتي كيعطي طاقه واحد الطاقه سلبيه واش فهمتي راه ملي كنتصنت الاغاني ديالك كان اش كيطرى ليا اش كيطرى ليا كذا كذا بقات هذيك اللعيبه كتكرر ما قلت واش انايا تنخرج موسيقى زعما باش ندمر بنادم ولا باش نفيق بنادم زعما ويعرف الاغلاط ويعرف هادي ولا غيتصنت الاغنيه وغيحس ولا غياخذ اتجاه اخر فهمتي. انا تبرزت من هاد اللعيبه وانا نقول غنمسح هادشي غنمسحو صافي فهمتي. خصني تلقى معايا شي واحد ولا شي حاجه وواحد الوقيته انا كنتلقى معايا واحد السيد جيت للمحمديه وداك الشيء ودوا معايا واحد الطريقه وبدا كيبكي وانا ما عنكته وما داك شوكاتني هذه اللقطه واش فهمتي. ملي جيت للدار بقيت تعصب حاجه كدور لك في راسك كنقول لا ما يمكنش زعما نكون هاد الاغاني تجرب بنادم زعما يفهمها بالغلط. صافي درت واحد البوز واحد الوقيته وانا نمسح مسحت الاغاني قلت غندير وانا ندير واحد الفيديو مورا ما مسحت الاغاني درت واحد الفيديو واقيلا كاين باقي في يوتيوب جو بونس ماشي في لاشين ديالك غيكون في شي شان اخرى لا ما كاينش في لاشين ديالي مي كنت بارطاجا غير في لي ريزو سوسيو فيديو بنت فيه انا راه تندير سبور وغندير واحد شونجمون الحياه ديالي زعما وتكون عندي شوفه اخرى في الحياه وغنخرج اغاني زعما هادفه شويه الموتيفاسيون زعما تكون واحد تشوف اخرى فيا راه انا ماشي هو داك اللي كتشوف انا راه كنت كنحكي على دي زيستوار تنعيشهم في دربنا اللي هو حي لي ساسفا كنشوف دراري كبروا معايا عاشوا داك الشيء فهمتي ماشي لدرجه انك تصنت وياثر عليك داك الشيء انك تاخذوا راه داك الشيء راه تنهضروا حنا زعما راه قوه ولا لا شونجمون سبعاتو جا فيه حتى القضيه ديال تخسر الهضره يعني ما بقاتش في التراكات ديالك هذاك الشيء اللي كان في داك الشيء الاولاني ما بقيناش كنشوفوه في سبعاتو ما كانش هذا عامل لا هذا عامل غير ديال الموسيقى وصلت للوالده والدار بداو كيسمعوا لها في الاول ما كانتش على قلتي راك عارف كانت بيناتنا احنا الدراري وبين البوبليك كذا الوالده ما كانتش ديك الثقافه ديال الوالدين انهم يدخلوا اليوتيوب ويقلبوا ويسمعوا لك ولا فهمتي ملي وصلتها قلت شي وصلتها دونك صافي خاصني نبدا نعرف شنو تنقول عرفتي انك بديتي كتدخل الديور يعني ما يمكنش تبقى تقول اي حاجه قدام الميكرو نقي داك الشيء اللي كتقول وعاد لوح صح والديك ما كانوش معارضينك ملي نجحتي خلينا المعارضه الاولى ملي نجحتي في الراب انك تبقى كارتيست ديال الراب ما عارضوكش ما قالش لك لا هادشي اللي كدير غلط سير دير حاجه اخرى لا دابا
نورمالمون اكثر ناس زعما اللي مشجعيني الوالد ديالي اللي اعز حاجه عندي انا في هذه الحياه اللي عارف هذا الشيء ومن طرف الوالد تاهو تحيه لي زعما مشجعيني ومسانديني اكثر ماديا ومعنويا وكل شيء. الله يخليهم لك. دونك الرساله ديالك كانت واضحه انك حبستي هذا الستيل حيتاش بغيتي تعطي طاقة إيجابية وبغيتي تعطي رسائل هادفة ودي ميساج اللي وصلوا في تراكات ما بغيتش بقى تشوف بنادم مدمر حداه. برافو عليك. برافو. وفاش اسمح لي قاطعتك وفاش مورا ما درت هذاك الفيديو مورا ما كانوا دي بروجي أخرين صراحة وليت كنتلاقى مع شي وحدين تيقول لي ساط أنا بسببك وليت كنتريني وليت دخلت للصال قطعت البلية قطعت الحشيش أنا راه كنت كنكمي مثلا وقطعت البلية وراه وليت كنتريني وهذا كنبقى نشوف دونك زوينة دونك واحد الطاقة شوية إيجابية كيلي منين تبدلتي تاهو تبدل معاك يعني نقدر نفهم أن سبعتون ما عندوش مع بين في العالم ما كنهضرش على المغرب في العالم ما عندوش مع التراكات ديال الراب اللي كيبينوا المخدرات وكيقول لك فوالا كيشجعوا كيغنيوا على المخدرات ولا في العالم ما كنهضرش على المغرب لا لا ياك انت كونتر هادشي انا نشوف شوف نقدر ندير الدم مع راسي وبيني وبين الله فهمتي ما تنقدرش نشجع شي واحد على شي حاجه يديرها ولا يدير شي ذنب ويتحسب عليا انا اخويا فهمتي داكشي ديال بيني وبين راسي برافو ستيل اللي كان الجمهور باغيك به ما بقيتيش كديرو ودرتي ستيل جديد عاوتاني في ام الجمهور عجبها في الا وفي اخرى عاوتاني خصوصا الدريات وليتي كتقيسهم بزاف بواحد المواضيع بواحد لي سوجي اللي جبتيهم جداد سواء تيهضروا على الاستغلال سواء تيهضروا على الغدر ولا النظره ديال المجتمع لواحد الفئه معينه من 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 البنات في نظرك علاش مشيتي ولا علاش مشيتي بالضبط هضرتي على هاد المواضيع اللي كتقيس الدريات شنو هي الحاجه اللي خلاتك تمشي تهضر على هاد المواضيع بالضبط واه سؤال زوين سؤال ديالو بنات السؤال كيوت لا هي لا زعما لا وريناك ستاتستيك ديال اليوتيوب غتلقاي بزاف ديال الدراري وبزاف البنات غير انا كانت الاكثريه ديال الدراري فهمتي وكانوا قليل زعما البنات اللي تيتصنتو مي دابا ولا قد فهمتي بحال قلتي بنات وولاد وناس كبار ودراري صغار دابا راه تنخرج الزنقه تيجيو عندي وليدات صغار وداكشي هادشي تيفرح دونك ماشي هذا هو الهدف مي غير في واحد النوع ديال الموسيقى عطينا فيها مثلا واحد المده طويله وضروري كتقول ما نجرب راسي حتى انا فشي حاجه نقلب ونورمالمون انا تنسمع الستيلات بزاف كنسمع لهنا نسمع لهنا نسمع لهنا كتبغي تكون واحد الكرياسيون اولا تكون واحد الكرياسيون جديده ولا مثلا تجيب شويه من الراي تجيب شويه من البوب تجيب شويه من تراديسيون اللي عندنا وتكون واحد الميلونج اللي يقدر يكون عندك واحد الاغنيه اللي تعجب بزاف الناس حيت كل واحد عنده حق حتى هو يكون كيتسن حيت لا جيتي ترضي مثلا غير واحد الفئه راه غترضيها واحد الفئه بصح ناس اخرين متبعينك مثلا في انستغرام وكيتسناو الجديد ديالك حتى هما تيبغيو حاجه اخرى فوالا ولكن باش تجمع كل شيء خاص ضروري تكون تاخذ من هنا وتاخذ وبصح خالي اللي قالت لك مريم المواضيع اللي كتختار فاش كتهضر على بنت كتحاول تانسبيرا من شي قصه شي بنت تعاود لك وتعاود الحكايه ديالها ولا كتخايل لا داكشي تيجي على تقدر يكون اي صاحبك انت تعرفو داكشي كيجي عن كتلاقيك بيه الدور فهمتي يقدر يكون صاحبك شي ناك تي مريح معاه في قهوه راه تيعاود لك شي استوار سواء عليه سواء كان سامعه ولا شي حاجه مي انت شنو كتكون كدير انت كتبدا تجمع بلا ما تحس واحد الانسبيراسيون زعما تاخذ عن غير قصد ملي تجي تكتب كتكون شي حاجه من المخيلات انك تصنع واحد ليستوار مي راه كتكون فريمون واقعه كيقول لك شي واحد راه سمع هاد القصه بحال كنت معاك راه كتبتي عليا انت راك ما فهمتي انت راه غير كل واحد كتكون تقارب عند بزاف الناس واقع يعني. صح باغي نسولك عبد العليم الاب ما اثرش في سبعاتون نورمالمون كيكون تاثير فهمتي اوتوماتيكمون فاش كيكون عندك شي بنيه ولا شي وليد وتتشوفو قدامك تيلعب ولا بدا تيكبر وتيبدا يطرح لك بعض الاسئله وهو باقي صغير بقي الله بدا كيعرف السؤالات وهادي كتبدا تقول هذا غيكبر شويه غيبدا يسولني على بزاف د الحوايج دونك
دونك راه ما خصكش ما خصكش تغلط ما خصوش يحاسبني على فوالا ما خصكش تغلط وما وخاصك تحط هذوك الوليدات في بلاصه شي وليدات كيتبعوك مثلا في الانستغرام وليت يتفرجوا فيك ولا فهمتي برافو لا ميم لا ميم زعما راه بحال فهمتي واش بسبب هذه القضيه زعما ديال ان ولدك واحد النهار غادي يسولك على هادشي اللي كدير واش بسبب هادشي سبعاتو كنشوفوه مسالم في الموسيقى ديالو ما عندوش كلاشات بزاف من غير الاستوار مع ديزي مع ديزي دروس واش كاين مشاكل شخصيه ولا شنو المشكل ديال حيت هو يمكن البيف الوحيد اللي عندك انت في ليبا صراحه انا ما تندخلش في الكلاشات بزاف ما كاينش شي حاجه بيرسونيل زعما يعني غير في الجيم انا هاد البيف علاش طرا غير حيت حتى هو فاهم نفس المفهوم اللي فاهمه انا هذاك الشيء حدو موسيقى حدو الراب حدو الكولتور فهمتي دونك هادشي كون كان شي واحد اخر اللي مثلا دخل معاه في كلاش وغيبدي يدخل معاك في شي حوايج اخرى وهادي ما غاتكيتي ما غات فهمتي دونك ملي تطيح مع واحد حتى هو فاهم الكولتور وعارف بان راه قيم هذا راه كاينه بلاصه الفوق كرسي واحد فيها غير يريح فهمتي دونك صافي راه تعرف بان راه دونك البيف هذا في اطار الموسيقى ما خارجش عليها اطار الموسيقى لا بالعكس صافي برافو تحيه لكاع لي زارتيست اللي كيفكروا بهالك اخويا سبعات وغادي نرجعوا باش غادي نعرفوا الجديد نيت نعرفوا ميلانو هاد ليكستري اللي خارج من واحد الالبوم غادي نهضروا عليه بزاف في بارتي اللي جايه بقاو شادين معنا ستون ميلانو ديال سبعات على اذاعه ام اف ام وراجعين لكم باش تزيد تكبر العائله تابوناو دابا وخليو كومونتير باش نشدو معكم ستون في الحلقات الجاية وحنا مازالين جادين ستون في ستون على إذاعة أمافا مع سبعات كنا خنصنطو تراك كابوتشينو ميلانو ليزيكستري ديال الالبوم باندانا ياك ما غلطش في سمية الاسم ديال باندانا عرفتها بعدا هي ديك نيفيا اللي كيقولوها في المغرب كيقولوها نيفيا كانوا كيقولوا لها شي وحدين ميثودا كل كارتي وشنو تي شوف ياسمين الدراري ديال ياسمين قدام باندانا هي اللعيبه هي اللي كدير مريم جاب زرقوا في النجيمات معروفه يا زمان باندانا ماشي غير انا اللي اختاريتها زعما الدراري كاملين تجمعنا ولقينا عندها هي يا واحد تريك لي زعما تجي مع كاع ستيلات الا لبستي الباندانا تتلبس مع الهيب هوب تتلبس مع الروك تتلبس مع الريغي مع البيجاما تدي في الوالده الحامض هنايا تتكون في السخان يعني تتلبس مع بزاف تاع البلانات داكشي علاش سمينا الالبوم حيت فيه بزاف الانواع هو بزاف ديال الستيلات خدينا من هنا من هنا من هنا من هنا دونك جات متقاربه فهمتي الالبوم خرج منه الالبوم خرج منه التراك الاول اللي سميته كابوتشينو علاش اختاريتي ليه هاد السميه كابوتشينو ترسميته بعدا هو عالم صغير ديال السميه كيفاش كتختاروا السميات قبل ما تجاوب مريم حطنا بعدا في الصوره كيفاش كتختاروا السميات هي الصراحه الاسامي تنختارهم انا وملي تيخرجوا الدراري تيضحكوا عليا صافي ومن بعد كيقولوا لي فاليدي السميه راه مزيانه دونك انت عندك الا ضحكوا راه صافي فاليدي لا ما راهش نجيب لهم لعيبه كابوتشينو كابوتشينو زعما بحال شربتي كابوتشينو شربت مع قهوه شي حاجه بحال هكا صافي زعما ماشي شي حاجه اللي ماشي زعما شي بروجي زعما اللي مهتم بيه ولا شي حاجه وقت فراغ كتكتب واحد الحاجه داكو رايح حتى شربت شي قهوه كتبت ديسك زعما وميلانو كيفاش بلانا ميلانو حيت جات سميه في الغوفران وما تكررت في الغوفران بزاف فوالا وانا صراحه اختاروا الدراري ما اختاريتيش انا الدراري قالوا لي احسن تسمي هذا البروجي ميلانو علاش بحكم ان الغوفران فيها بزاف ميلانو كتكرر في الغوفران ولكن انت علاش كررتيها في الروفران علاش دابا الكتابه فيلينغ
فوالا ما تكونش عارف على حساب التوب لاين اللي حطيتي على حساب اللحن على حساب كتجيك بحال دابا دابا مثلا ميلانو حطيتيها جات على جيتي دير شي دوله اخرى ما غاتجيكش مع اللحن الدراري عندنا في الراديو كيشجعوا على سي ميلان راجاتهم مع عوده الميلان فهمتي قبل ما نخسروا مع ليفربول سيعود سيعود الى الديار الايطاليه الميلان ماشي عزيز عليك ميلانو لا عزيز عليهم هما اخويا سبعتهم سمحي لي مريم قطعتك سمحي لي لا لا والله تاتك لا لا فام دابور سير الله يخليك لايك هذه ديالي هذه ديالي يا صاحبي كلاش يا خويا لا اليوم انتم ضريفين وحق الله عرفت دابا تبرزيت من كيكون اصلا انا حاط مقرر حدايا داتو ليا وحاط الماك حدايا داتو ليا زعما ما فهمت استغلال خويا سبعتهم دو على ستيل شوي بعيد على الراب مشيتي الراي دابا في دا ميلانو في ميلانو ويا صراحه علاش اختاريتي زعما انك تمشي لهذا الستيل هذا الراي تا هو زعما ستيل اللي قديم وزوين وكلشي علاش زوين علاش خديت من الراي انا تيعجبني الراي تنصمت ليه بزاف كنسمع ليه بزاف فاش كنكون زعما ما بين الراب والراي كان بجوج لاميم جات صنا شوكوك ذاك الريتم وديك لابرود تحية الدري اللي خدم لابرود ميدو صراحة الدري تيخدم نقي عجبني ذاك الريتم ديالها وانا دخلت ذاك الريتم ديال الراي فهمتي وراك عارف الالبوم تتبدا داش قلب هكا وخاصك دير بزاف السيلات انا حطيت الالبوم سمعت الدراري اختاروا ذاك التراك قالوا لي هذا خصو يخرج قلت لهم صافي كاينين السيلات اخرين في الالبوم كاين بزاف راه قال لك من السميه باندانا راه باين السيلات زعما بغينا نعرف شويه السيلات اللي كاينين شويه نعرف شويه السيلات اللي كاينين كاين حاجه كاين حاجه تراب كاين الراي كاين ستيل بحال السيل اغاني مغربيه كاين 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 البوب كاين الافرو لا كاين شي حاجه ديال غناوه ما لا لا شوفنا الالبوم زين ان شاء الله شوفنا شي حاجه ديال المعلم باكو وفي دي فيوتشرينغ ولا غير لا كاين دي فيوتشرينغ مع دي زارتيست اللي معروفين وي بيان سور روا بانيت معروفين روا بانيت ولاد كازا نيت بقيت تقربي بحالك شو سميه هو السكوب الوحيد اللي نقدر نعطيكم انا ما بغيتش نحرق انا عارفين فيت مع الفرده كاين من غير الفرده انا ما قلتش والو انا ما قلتش والو كاين بزاف ديال المفاجات صراحه في هذا الالبوم فهمتي حتى انا ما واحد المود ما درت ديفيشنينغ فهمتي والالبوم صراحه عطاني لونفي دير هذا الفيتشرينغ امتى غيخرج تقريبا كاين ويكز ويكس مصري مصري هو كاين في الالبوم قاري ومزك ماشي قاري ومزك السيشة تشوفوا شي حاجه زوينه تنكتشفوا كاين شي حوايج خصك تكتشفهم امتى يكون هذا الالبوم في السوق ان شاء الله تقريبا في البدايه ديال العام زعما ديال غير يدخل البدايه راه في هذيك 3 شهور 4 شهور تقريبا ياك تقريبا نحاولوا نشوفوا على حسب الحساب رمضان شويه يكون ان شاء الله انا صراحه الا بغيتي زعما تتكبر بيا فاش يخرج الالبوم بغيتك انت والتيم ديال الالبوم كامله من ليكيب تكنيك اللي خدمات معاك من لي زارتيست اللي يقدروا يكونوا حاضرين تكونوا عندنا في البلاطو ويكون شي تحليل وتشريحه ديال داك البلاطو كما درنا مع الطول ان شاء الله صراحه انا تنوعدك ان شاء الله انا نجمع ليكيب الدراري كامله الله يحفظكم الله يحفظك اخويا سبعتون مرحبا نيت بغينا نهضروا على شي حوايج متعلقين حتى بالقضيه تاع الفلوس دابا انت اللي كدير لها البرودكشن ياك بيان سور وهاد القضيه انا كنتمنى الناس اللي كيسمعوا عندهم فلوس صحاب الشكارات يعاونوا لي زارتيست حيت وقيلا خدمتي عليه شي عامين ولا انت خدام على هاد الالبوم تقريبا شي عام ونص شي عام ونص ديال الخدمه دابا في البيس دي زانونسور كتدقوا البيبان كتهضروا مع هادو ولا معول تخرجوا 100% من جيبك وصراحه ما درتيش شي حاجه بيدك وما زعما ما جريتيش على شي حاجه راه ما تتقداش ما الا جات شي حاجه راه عادي لا خصها تجي اخويا خصها تجي انت وتجي بزاف لي زارتيست فهمتي زعما شنو بغيت نقول دومين كامل هادشي اللي بغيت نقول لك حاجه موفمون اللي خاصها العوين ماشي غير سبعاتون كاين بزاف ديال لي زارتيست اللي كيتقاتلوا من والو معاهم بزاف ديال الدراري مواهب سواء في الكاميرا سواء تحيه الدراري كيخدموا معاك في كليبات دابا هادشي اللي بغيت نوصل لك انا زعما الحاجه اللي مساعداني انا اكثر وهي ليكيب زعما ليكيب جنود خافة الدراري ايغامان اللي تيصور ايغامان شراب تحيه الايغامان بزاف تحيه الدراري كاملين زعما
تيخدموا تيضربوا تمارا فهمتي تي تي تيحبوا داكشي اللي تيديروا و زعما وتيشجعوني حتى انا على 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 الخدمه زعما. واحد الحاجه عندك انت بزاف في الكليبات ديالك ضروري نشوفوا سيناريو ياك وي دونك واش هو متعمد ولا كيجي مع التراك؟ انا السيناريوات اش نقول لك بعض المرات كتكون خرجتي شي اغنيه شي سينجل كتكون انت دويتي على واحد على واحد على واحد الحاجه تيم معين تيم معين دويتي على واحد الحاجه هذاك السيناريو ولا ذاك الكليب تيكمل لك الفكره اللي باغي توصل انت ربما ما حطيتيش كل شيء اللي باغي تقول انت في الاغنيه ذاك السيناريو كتكون فيه هو ذاك الاستوار ذاك القصه اللي بنادم كيتفرج كيعرفك علاش دويتي وكيعرفك شنو بغيتي توصل حيت بنادم بعض المرات تقدر تغني شي حاجه هوك هو يفهمها هوك فهمتي دونك الكليب تيكمل بحال قلتي كيكمل خصوصا واحد السيناريو راه قاصنا بزاف اخويا داك سوزانا سوزانا واو واو سوزانا وطوكيو اللي مع طوكيو اللي مع فاطمه وشاي بزاف ديال درتي مع ربيع السقلي مع فاطمه وشاي خويا برافو عليك اش بان لك اخويا قلنا قبيله تصنطوا لي زيكسترا ديال الالبوم تصنطنا الكابوتشينو باقي واحد التراك كان ما بيناتهم وتهو في هذا السيناريو وتهو واعر فيروز وي فيروز فيروز ودايو فيروز من بين الحوايج اللي هضرات عليهم مريم التراك اللي كيقيسوا البنات وكيهضروا على البنات نصنطوا الفيروز نعم واخا وميلان نصنطوا الفيروز وتراك ميلانو اشدو به السون ديال سبعاتون وغنرجعوا غادي نكتشفوا سبعاتون عبد العليم الاب انا عارفه عبد العليم الاف واحد تشالنج ديال ثلاثه من الحاجه دابا ديريكتوم من مورا التراكات على اذاعه ام اف باش تزيد تكبر العائله تابونا ودابا وخليو كومونتير باش نشدو معكم ستون في الحلقات الجايه وحنا على اذاعه ام اف مازالين شادين ستون في برنامج ستون مع سبعاتون مازال شادين الصون دابا غادي نعرفوا سبعاتهم في واحد تشالنج غادي نحيدوا سبعاتهم الرابر والارتيست والفنان ونمشيو نشوفوا عبد العليم الاب غادي نديروا معاك واحد تشالنج باش نعرفوا الشخصيه ديالك وانت اب بعدا مبروك اخويا الزياده شكرا الله يبارك فيك يطرب ويكبر في عزكم ياك عندي مع الصور حتى انا دارنا عرفت ياك زعما واش هادشي اللي كيقولوا مريم صح الدري ياك يقولوا تربى ويكبر في عزكم ان شاء الله دخلتي مع المدام لا لا حدي مشينا للكلينيك على اساس باش زعما نشوفوا لاضات اللي غنجيو فيها زعما غدا معاش الوقت نقدروا نجيو مشينا للكلينيك شدوا المدام باش ما كنتيش معول لا انا ما كنتش معول باش على اساس يشوفوا امتى غادي تكون الولاده امتى تكون الولاده فوالا قالوا لي راه غتبقى هنا تبات في كلينيك ما خصهاش تمشي للدار راه تقدر ريسك شي حاجه تكون في الدار باش تجيبوها من الدار للكلينيك كيكون شويه الريسك اييه صافي انا بقاو تما باش يباتوا جيت انا للدار باش نجي للدار زعما الناس والصباح مع الصباح نفيق نرجع عندهم مشيت في الطريق ونسيت باش نجيب ليها شارجور ملي جبت الشارجور من الدار ورجعت نحطه في كلينيك قالوا لي راه خلاتك وليده زعما ما كانش داك تسنى وستريس يعني كون رجعتي بها الدار يعني كان غيكون ريسك فوالا يعني دوك الناس صراحه الهضره اللي قالوا هي اللي كاينه وتحيه لهم شنو يكون الاحساس ديالك انت يلاه شايف واحد البيبي صغير يلاه تزاد شنو تحس واحد الفرحه صراحه واحد الفرحه اللي زعما ما تتشوفهاش واخا تشد الفلوس واخا تشد مع شنو ملي كيكون عندك هذاك البيبي وواحد الرزق سبحان الله كيكون الله مغير واخا تشد مع شنو كتحس براسك راه عندك الخليفه كنتي عارف وليد ولا لا في 3 شهور الاولى عرفنا عرفتي القضيه دونك من 3 شهور وانت كتفكر في السميه ولا لا 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 خليتي السمية الوليد اللي الوليد اللي قال لي سميه واو اخويا مبروك انا ما نقدرش نخسر الوليد ديالي خاطرو لحقاش عزيز عليا وبزاف وتنحترمو لواحد الدرجه ما يمكنش انا الوليد اللي هضر معايا ما كنقدرش نهز في عينيه نبقى نشوف لتحت واش نختار الوليد وسيم علاش ما عرفتش حيت دري وسيم وسيم كيوت لا حيت تقدر تكون شي قصه على الاسم اخويا الله يخلي لك الوالد والولد اخويا الله يخلي لك ويخلي لك حتى البنيه والام والمدام ويخلي لك عائلتك اخويا نديروا معك واحد تشالنج غادي نعرفوا عبد العليم الاب
وغادي اول مره على اول شي انترفيو ولا على شي اذاعه غادي يكتشفوا لي فان ديالك هاد الشخصيه. فكنبداو معاك اخويا زكريا. خويا سبعات وثلاثه الحوايج زوينين في الابوه. ثلاثه الحوايج زوينين في الابوه في انك تولي اب. فانك تولي اب اول حاجه لي تروك لي تدير زعما ما تكذبش كيبداو يتانسبيرو منك هادي اول حاجه كيقادوك زعما كيقادوك فوالا كيقادوك. الحاجه الثانيه كتحس براسك في هذيك المسؤوليه الزوينه زعما راك ما عايش على فراغ عندك واحد الحاجه خصك عندك هدف مسؤوليه فوالا مسؤوليه. ثالث حاجه زعما تفرحوا بك والديك يقولك حنا بغينا نشوفوا وليداتك زعما يطول عمرهم هذه هي من الحوايج والديك كيبغيو يشوفوا وليداتك. يلا انت هشام عرفتي الحوايج زوينين في الابوه توكل على الله مزيان. زين مريم تفضلي. انت كيخرج دق الدور كيكون زكريا زوين انت كتستعمل كنيتو هو كنيتو قدور زعما الا جات شي لايك ولا شي حاجه راه تنفع. ثلاثة ديال السميات مسميك بهم بنتك. كتقول لي بابا بابا كتقول لي سبعاتون بلاش كتنطقها بصح كتقول لي سبعاتون سبعاتون بابا جو بونس هادو اللي كنسمعهم بزاف. اوكي اوكي. ثالثة ما باقا ما كتهضرش بزاف يلا كتعلم الهضرة. اوكي. ثلاثة ديال الحوايج بس حتى دابا فرحتيني دابا كنشوف زكريا كيصيفط واتسابات فهمتي باش يتزوج. ثلاثه ديال الحوايج الصعاب كأب في الليل الى مرضوا الوليدات هذه الحاجه الاولى. الى مرض لك شي وليد ولا شي حاجه كتقول اللهم المرض انا اذا عارف لا خصوصا الا كانوا صغار حيت ما كتعرفهمش باش البنات عي كيبكيو بصح هذه الاولى. داك فاش كتكون خارج خدام ولا شي حاجه كيبقى داك دير بالك معاهم داك شو سيارة ديال الأولاد. ثالث حاجة صعيبة في الأبوة ما كتعانكسكش ديك سخن سخن الحليب ما كتعانكسكش بالليل. لا أنا الحاجة واحدة نوبتك كتعانكس هي النعاس. لا النعاس النعاس لا جاني شي نعاس زعما زعيان ما مثلا ديك البكاتشي كنهز المانكو ديالي كنمشي للصالون كنعس صراحه باش نكونوا صحيح واخا سمعتهم قبل الحمد لله كاملين. لا لا ثلاثه ديال الحوايج خلاوك تزعم تزوج حنا فهمتيني انت الموتيفي والدراري صحابنا. ثلاثه الحوايج اولهم باش نكون معك اولهم الوالده كانت واحد المده ديال 3 سنين ولا شنو هي كتقول لي تزوج ما عرفتش واش كيخافوا عليك فهمتي كيقولوا الزواج هو اللي غادي يجمعوه هذاك الشيء. اول حاجه الوالده. ثاني حاجه كتبغي تكتشف هذيك الحياه الجديده كتعيا من العزوبيه وداك الشيء. ثالث حاجه تكمل دينك وصافي هذه هي كاين هذه الثالث برافو. اهم حاجه الوالده. خالتي فوزيه زكريا ان شاء الله كنتسناو ان شاء الله ان شاء الله خالتي فوزيه ان شاء الله يا عمتي محجوب. ثلاثه ديال لي رياكسيون كتعرف بهم مراتك عيا. الى مثلا دقيتي و وحلت الباب ومسات والله صراحة كاينة إلا كنتي مثلا تتهضر ولا شي حاجة وكان الجواب غير وي كانت فاليدي وأخطر واحدة في هذيك لا هي ديك المطولة عند صحابك كيكون الجواب محدود جو بونس هادو واخا ما كاينش خصامات بزاف مي هادو هما الحوايج اللي كتعرف بهم مدام كاعيه فوالا برافري برافو عليك برافو عليك اخو صفقوا عليك ما حيتش كان ثلاثه الحوايج معنكشين في الزواج هو كيشجع وانا كنشجع معنكشين في الزواج كاينين بحال الصخره معنكش في الزواج الصخره صافي والزروره ديال مرت حميد ديال الله ولد هذيك ما تتشدهاش ما تتشوفهاش لا ماشي زرورتكم كتقول لك انا راه نعطي الزروره باش تكون غادا لشي مناسبه وتجي عندك انت هو المناسبه الاولى باش تمشي للزروره انت اللي تتجبد خويا سبعاتهم ثلاثه ديال الجمل تتقولهم لمرتك الا ما كنتيش جاي تبات في الدار. اي 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 ثلاثه الجمل المهم ثلاثه الكلمات ملي ما كتكونش غادي تجي تبات في الدار كتقولهم لها
تعاون اساليب الاقناع. انا باش نكون معك صريح، انا اغلبيه الاوقات كان زعما كنبات في الدار، الا ما كنتش كنجي حاجه واحده هي الخدمه، هي الخدمه. انا راه خدام مثلا، عندي شي خدمه في مراكش ولا شي حاجه، هي الوسيله الوحيده اللي عندي كتكون عندي الخدمه. وحيت اهم حاجه راه قلتها هي الثقه. فوالا هادشي اللي بنقول لك، الثقه الثقه مهمه. ملي كتكون الثقه ما كتحتاجش تقلب على حوايج تقولهم ولا شي حاجه، حدك كتقول الون انا عندي خدمه صافي، فهمتي؟ ما تحتاجش تشرح ولا صح. فهمتي؟ كتكون زعما الثقه من عند متبادله. ثلاثه ديال السبات كتقولوا لمراتك باش ما تمشيش معاها عند الناس، حنا معروضين عند العائله الفلانيه ولا فلان عارض علينا، شنو هما ثلاثه ديال الحوايج كتقولوا لنا باش تسلت؟ اول حاجه كنحشم، هذه هي الاولى كنقولها. فوالا كنقولها عندي خدمه. كنحشم ولكن واخا كتقولهم ثلاثه في الاخر كتمشي. المهم هذاك الشيء باش تعمر، ممكن حوار لا ما تقول والو. فوالا واخا ما سلتيش منه، نشوفك واش تسلت. ثلاثه الحاجات بنتك الصغيره الله يخليها لك كتكون مثلا بغات شي حاجه، شي ثلاثه الحاجات باش قابل راه كيما كنقولوا ما تشريهاش ليها حتى المره اخرى. كتقول لها بابا هذه راه غضرك ما تاكليهاش، فهمتي؟ واخا حتى كنتي كتشريها لها، كتقول لها بابا هذه راه غضرك مثلا. كتقدر تفهمها، بابا انا راه ما هزيتش معايا فلوس، ما هزيتش معايا فلوس حتى للدار ونشري لك، فهمتي؟ الثالثه كتقول لها انت راه كاين حانوت اخر هي باش تنسى ذاك البيريود ديال انك تحول من حانوت لحانوت، كتبقى غادي حتى كتقدر توصل لها حتى توصل للدار. معنى واحد الامنيه كتكون فاهم. الدراري الصغار ضروري كدير معاهم الخاطر، حيت الا جيتي تقول لهم ديك لا ديريكت هما ما تيعرفوش بصح، شويه قاصحه تقول لها لا كتبان لها ما بغيتيش تسلم. خصك تعرف كيفاش بصح سايس مع الدراري الصغار. ثلاثه ديال الماكلات كتاكلهم غير ملي كطيبهم مرتك؟ رفيسه كرعين و رفيسه كرعين الدجاج بالدغميره داكشي ديال العراس. مريم في ايه مريم اومليت شحال الحوك ديال الطون، فهمتيني؟ هذا راه صعبات عليك السطاج. الرفيسه الكرعين تعرفي طيب الكرعين؟ كتعرف هي الطيبي. كنعرف بلاتي الكرعين، عطينا شنو الكرعين شنو مالهم؟ كتعرف الكرعين كيطيبوا؟ كيفاش كيطيبوا؟ كيطيبوا كيفاش كيطيبوا؟ دير لي الطال كي لا طال كيفاش كيطيبوا فوق البوطه. واخا مريم كملي. ثلاثة ديال الكلمات كتقولهم لمراتك والوالدة ديالك دابا قدام الكاميرا. الكلمة الأولى شكرا، الكلمة الثانية كنبغيكم بزاف الله يخليهم لي، الكلمة الثالثة هادشي كامل اللي تنديرو على قبلكم. هذا ما كتحوش الله يخليهم لك اخويا، برافو تشالنج تبارك الله عليك اخويا، شخصيتك واعره وانت اب اشكال اصاحبي حنين، فهمتي؟ الله يخليهم لك اخويا، امين امين. خليك ليهم شي جوج تراكات انت اللي تختارهم، غادي يكونوا اهداء ليهم الوليدات ديالك، الوالدين والزوجه ديالك. ميلانو ديالي هو الثالث، غنخلي خذ شي جوج تراكات. الفيتشرينغ اللي مع الفنان صديقي ايهاب امير. ايهاب امير تحيه ليه اخويا، هذيك الاغنيه والاغنيه اللي زعما اللي جبت فيها الوالده كنت قلتها لكم درتوها ديال طوكيو. الو غادي نشدو ستون بالفيت ديال ايهاب امير وبتراك ديال طوكيو وميلانو حتى هو، غادي نعاود نسمعوا على اذاعه ام اف ام وراجعين في واحد تشالنج لاول مره غتكتشفوه على اذاعه ام اف ام في ستون. بقاو شادين معنا ستون. مرحبا. باش تزيد تكبر العائلة تابونا ودابا وخليو كومنتير باش نشدو معكم ستون في الحلقات الجاية. وحنا مازالين شادين ستون على إذاعة أم أف أم في برنامج ستون، وشكرا لك أخويا زكريا مدني مع أختي سبعة تون. زكريا مدني حتى تعاوني في واحد التشالنج جديد اللي غادي يكون جديد وقيلا ما اخترعناه. وصافي بدا التشالنج قبل ما ينقلوا عاوتاني شويه. التشالنج سميتو انترفيو ديكالي. شنو هو التشالنج؟ وحنا غادي نطرحوا عليك اسئله كانترفيو، ولكن انت غتكون دير كاسك وما غتكونش كتسمعنا، غتكون كتسمع حوايج اخرى وغتجاوبنا
من خلال انت خصك تكتشف الليبسينك شنو حاولنا نقولوا لك. قدر وجاوب، قدر وجاوب. عافاك العدد ديال المحاولات ديال اعاده السؤال شحال؟ جوج مرات. قدروا نعاودوا السؤال جوج مرات، يعني قدر نقول لك مثلا فاش تكون انت داير الكاسك سبعتون شحال في عمرك، انت ما غاتكونش كتسمع ولكن خصك تخايل من شي كلمه جديتها وتجاوب بحال بكل ثقه، فهمتي؟ اوكي غادي نشدوا السون، واحد جوج ثلاثه غادي دير الكاسك. خويا سبعتون شنو تقدر تقول لي على علاقتك مع سيلينا غوميز؟ يعاود نعاود السؤال، عاودنا على علاقتك مع سيلينا غوميز. هي الصراحة ما عرفتك شنو قلتي. ما كرهتش تعطيني الثالثة. الثالثة إلا كان شوية. نحيد الميكرو باش سميتو. علاقتك مع سيلينا غوميز كيفاش بدات؟ العلاقة ديالي مع الوالدة علاقة مزيانة صراحة. مزيانة؟ مزيانة، لا مزيانة، يعني مرضي الوالدين، كتبغي سيلينا غوميز، كتبغيك حتى هي، حب متبادل. الوالدة صراحة واحد العلاقة كبيرة بالرجولة. او عزيزه عليا بزاف و... برافو 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 تقولش ليها عارف. لا برافو، احنا في الاخر غنقولوا لك شنو كاين. كيفاش بدا الفيوتشرينغ ديالك مع هيفا وهبي؟ عاودي عاودي السؤال. كيفاش جا الفيوتشرينغ ديالك مع هيفا وهبي؟ ركزي تعاود تعاود عاودي مره ثالثه. كيفاش جا الفيوتشرينغ؟ ركزي ركزي. كيفاش جا الفيوتشرينغ؟ هاي الابتداء من عند الله. كيفاش جا المشكلة؟ سبحان الله فما كيتحرك. لا فما صغيور ما تتفاهمش كاع السؤال. ها جاوي يا صاحبي. سير سنة اكراود. كيفاش جا الفيوتشرينغ ديالك مع هيفا وهبي؟ فاش كدير شي فيوتشرينغ؟ صراحه فاش كندير شي فيتشرينغ صراحه فيما كندير شي فيتشرينغ كيكون فيتشرينغ حبيبي بيني وبين بين الله. برافو 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 برافو. ها انا نسهل عليك، انا نسهل عليك. كيفاش ليا فمك؟ زيان سي بون زيان. البيت اللي ماركيتي على الرجاء كيفاش كان الاحساس ديالك؟ ملي كنبغي نعوم اخويا ماشي ديك القضيه ديال نقيس الماء ورجع ولا شي حاجه، كنجيو ديريكت زعم لوح لشلوح. دخلتي للتيران وانت زعم. لا اخويا ما كنديرش الناطاسي. برافو برافو سمعتو. صراحه كونسيبت زوين، كونسيبت زوين. وي اي نقراو هذه ماشي زوين. لا محضرين كنحاولوا نحاول وما عرفتش واش فريم واش ديتها. نقول لك اشنو الاسئله اللي كانوا باش تعرف فزومتي على الوالده. كان هذا قال لك العلاقه ديالك مع سيلينا غوميز كيفاش بدات. والوالده عندي اخويا احسن من احسن. باش كنتي كتقول لينا كيكون الفيت مزيان وداك الشيء كان مع كان مع هيفا وهبي. كيفاش جاك الفيت ديالك مع هيفا وهبي؟ كان حين فيه. وسولتك على البيت ديالك في الديربي اللي ماركيتي كونت الراجا واخا انت راجا هو قيله وقلت لي كندخل نعوم. جميلة حيت كانت شفت تيران كانت تيران. مي برافو عليك. لا مي كونسيبت زوين. برافو نشدو السون اخويا بشي تراك من التراكات ديالك. عزل وتنا نعزل واحد التراك عجبني يلاه تفكرتو في الريبرتوار. اختار انت شي اغنيه. بلا ميلانو زعما ميلانو. لا 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 ميلانو دوزناها بزاف. غادي نمشيو شي اغنيه حيت تفكرت واحد التراك واعر ديالك. تفكرتو بغيت نقول لك دابا تختار انت شي اغنيه. كاين واحد زعما راب هو سامحيني. سامحيني وي. الو غنشدو التراك سامحيني والتراك اللي تفكرتو دابا ميلانو ذاك الشطر ديال الالبوم تا هو على اذاعه ام اف ام وراجعين لكم في واحد تشالنج حتى هو مفصل في المقاس تا هو جديد ونشدو السون مع سبعاتهم. باش تزيد تكبر العائله تابونا ودابا وخليو كومونتير باش نشدو معكم السون في الحلقات الجايه. وباقي جادين السون في السون مع سبعاتون. وصل لواحد تشالنج اللي غادي يكون خاص فيه ليكيب. لقيت انا نقترح واحد تشالنج على سبعاتون وانتم اللي غادي ديروه غادي نمشي نسولو شي اسئله تا هما اللي الناس يبغوا يعرفوه. هاد التشالنج
هو السمية ديال التراكات ديالك اللي محطوطين فلاشان خاص زكريا ومريم يرجعوهم لينا في تاكست واحد, وانت اللي غادي تشوف شكون هو اقرب تاكست تقدر تفاليدي, هما غير من اللي تيتخ غادي ياخذوهم تيتخ وغادي يرجعوهم لينا تاكست واحد. اوكي نعطوكم سميات الا ما كنتوش عارفينهم خي معايا. الو عندنا السميه الاولى ميلانو, كتكتبوها لا شي اسمح ليا لا وكتبوا معايا بالزربه لا حنا معاك السي هشام وكونوا معايا على القرص زيد ميلانو وي الزرقاء وي سوزانا طوكيو روزاليندا حبيبي لابيل قولوا ليه او بلاتي يا صاحبي اها بوهالي زربتي عليهم خصهمش يتعرفوا ديال الانشاء اها كوبرا اوكي مكالمة الو دكتور الوقيته اللي نتوما غادي توجدوا لنا التكست باغي نسول سبعاتون على شي اسئله شكون هي حوريه بدات نتوما خدموا على خدمتكم حيت الوقيته اللي غادي نساليو وغادي نشوفوا التكست ديالكم شكون هي حوريه جبتي بزاف تسميات بزاف تراكات غادي نسولك عليهم ونبارطاجيو المعلومه مع الناس اللي كيسمعوني دابا اللي داعش ما فهم على ود اللي تنجبد في لي تيتر ياك بعض المرات كتكون كتكتب وكتكون عندك شي معنى بغيتي تعني به مثلا الانثى ماشي شي بونش لاين ولا شي حاجه غتعني بها الانثى فهمتي دونك غير ملي فوالا ملي كتقول حوريه كتعني بها المؤنث المؤنث بصفه عام فهمتي داكو ونفس القضيه طرات لسوزانا فاش حيت تراك سميتو سوزانا كتهضر سوزانا ما عرفتش بالضبط شنو بغيتي تقصد بديك كلمه سوزانا ها هي تعني زعما دويتي على استوار ديال 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 بنت ديال بنت علاقه ما بين بنت وولد فهمتي غير هي ديك سوزانا اسم زعما شويه يونيك ماشي شي حاجه اللي فهمتي داكشي علاش وعلاش حاولتي تتبع الوالده في تراك روزاليندا فوالا وصفتها بداك بداك الاسم بحال قلتي زعما هي روزاليندا ديالي في الحياه ديالي فهمتي ما نوصل لك زعما الاميره كما بحال مثلا ملي غتقول اميره ولا انا وصفتها بهذاك الاسم وطوكيو طوكيو انا درت واحد المقاربه ونقدر نكون غلط حيت شفت في الكليب البنت شعرها قصير كان خارج لا سيغي ديال لا كاسا دي بابيل كانت واحد البيرسوناج اللي فيها سميتها طوكيو واش كانت وي هي كانت واحد شويه الانسبيراسيون من داك لا سيري فهمتي ونيت الاسم كان مخوض من ديك الشخصيه اللي كاينه في لا سيري ديال لا كاسا دي بابيل دونك على العموم فاش كتجبد السميه ديال شي بنت ما كيكونش المقصود بها شي حاجه اكثر ما انك كتبغي دير داك الاسقاط وكتبغي دير كما كنقولوا التعبير المجازي هادي راه فهمتي كنعني بها اي حاجه مؤنث اي امراه اي بنت في اكزاكتومون ملي كتجبد السميه بحال قلتي راها اوتوماتيكمون كتعرف راه انا تندوي على انثى فهمتي شنو الاستوار اللي طاريه ليها سواء مع واحد سواء مع راسها سواء مع الحياه سواء مع فهمتي برافو برافو تعطي اسم وداك الاسم كيكون شويه يونيك ما فهمتي هذاك الشيء هادو كلهم في جهه الا الزرقاء لا الزرقاء كتعني بها حاجه اخرى ياك انت وحسني اللي فاهمينا سمحي لي يا الزرقاء واخا اش بان لك نشوفوا التكست زكريا مريم شنو غيعطوني هما باش غنجاوبهم انا باش اللي تيتخديو لك كلهم جمعوهم في تكست تكست اللي تيتخديو لك كاملين جمعوهم في واحد تكست شوف انت شكون هو اقرب تكست لقلبك حسيتي به متناسق ومتكامل وغادي تفاليدي صافي كون مزيانه صافي يلا زكريا يلا مريم وصلتني لابيل الو دكتور انا غبو هالي لابس كوبرا سمح لي عفاك انا غبو هالي لابس كوبرا في طوكيو عرفت فيروز سوزانا حسبتها حوريه عشت معاها بحال الا في ميلانو دونك ما كملتش ام سوري برافو مريم برافو مريم برافو مريم يلا زكريا دوزت مكالمه لروزاليندا ساعه شدت لابيل عند واحد الزرقاء سميتها سوزانا قالت لي يا حبيبي انا راه كنشبانيت لروزاليندا تلاقينا مني عرضت عليها خدات ساندويتش في طون سوزانا شويه زعماش قالت لي نمشيو لطوكيو ديك الساعه انا كنت لابس كوبرا قلت لها اش بالك نقلبوها ميلانو ساعه نهار الطياره خويت بها وهي تعيط للطبيب قالت لي الو دكتور وقول لها طلع ابوها انا طايشو اكتوار نايس
نايس ما فهمتي جمع فيه لا كوميديا قصه والله الا جمع قصه جمع قصه باش تزيد تكبر العائله تابونا ودابا وخليو كومونتير باش نشدو معكم ستون في الحلقات الجايه التشالنج الاخر اللي غنساليو به هذه الحلقه سميتو تشالنج القديكس فالتشالنج كاين ديربي ما بين زكريا ومريم اليوم ربحك اليوم في هذه اللحظه هو ربحك في التشالنج الاول شكون كتختار اللي غتقدر تعاونو في هذا التشالنج بعدا واش تختار مريم تعاونها ولا تختار زكريا اللي تعاون واخويا الرجال قوامون على النساء تعاون تعاون مريم نعاونو مريم تعاون مريم واخا زكريا سمعتونا اخويا تبادل انت ويا البلايص يلا في هذا التشالنج القديكس كتخرج كلمة من عند زكريا خصكم تلقاوها في أغنية وانت ومريم كتعطوا لزكريا كلمة خصو حتى هو يلقاها في أغنية لا يلقاو ثلاثة الأغاني الأولين كيكونوا ربحوا واه دابا انت ومريم فرقة واحدة زكريا وقد دور فرقة واحدة شاهم يلا بداو انتم الأولين حنا الأولين ناري 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 شي كلمة من شي تراك ديالك ولكن تكون غابرة باش ما يعرفهاش نعرفوها واحد سهلتي على زكريا ما نستاهلش عليا ماشي بشرط تكون نلقى في بلاصه اخرى نقدر يلقى هذه الكلمه في بلاصه اخرى ماشي بشرط التراك ديالك سهل اخويا السبات لا عندك لا عبد الضعيف انايا حاولوا تعاونوا مع الشباب الله يرحم لكم الوالدين كتفكري في كلمه فكري الوقت عليك ولكن سير قول باش كماك باش كماني بالفلتر خويا هشام دوز ما عرفش شناهي دابا خليت ذاكرتي تما وانا يا سهيت قال لي حقلي باش كما كده مشيت طلعت الشجرة فيها حطيت ما جنيت تفاح سم وقتلني وحلو تعود حييت زوينة الأغنية زوينة الأغنية أستاذة كتكون بديك القهوة أستاذة يلا الأغنية ديال الأم تحية الأم تعرفش كيش تقول تحية الأم عبدية عبدية كلمة عبدية القوة في عبدية عندكم 15 ثانية خاصكم تلقاو أغنية عبدية والوقت بيمر أغنية ديال العونية الوقت هذا كيمشي لهاد التيران لا عود الأغنية المفضلة الطفلة عبدية المحزم رقيق والمضمة شيبية الأغنية ديالك طفلة عبدية محزم رقيق والمضمة شيبية يلا شي كلمة سبعتون عطيه شي كلمة أنا لقيت لي شي حاجة نلقى لي السهلة دي جبت لي لا سير سير بالعكس سير طاكسي طاكسي سهلة يا طاكسي خدني لها يا طاكسي برافو من الحمام عليه خميسة من القدام واحد زيرو واحد زيرو يلا سير واحد زيرو هذه غير قود غير زربان زربان تقدر تكون في لي بارول ديالك شي زربان زربان جاهد فيكم زربان واحد الأغنية ديالي جابت فيها زربان أنا فري نسيت على التيتر وفينا هي الأغنية صرا الوقت شناهي لا تفكرش سمع سلامتي يا بسلامة يا الغادي زربان وابا يابا يابا القدامي وقيدي حبيبي جامع الأرشيف يا الله مريم يتلاوح يا ربي ما يعرفهاش يا ربي يتلاوح نورمال راه خصنا نتعادلو كلمة يتلاوح خصك تلقاها زيد يا سيدي شحال عيطت البارح حلفتي ما جاوبني يبقى قلبي يتلاوح نسى ما كلمنيش يا سلام ساعد لك هذه الأم تا هي خنسة باطمة أب خنسة باطمة تابوتا يلا زكريا هذه غتلقيها أنت الدمار دمار دمار شامل دارت لي حيت الجواب دمار ماشي دمار بحال 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 واحد لواحد واحد لواحد برافو برافو انا لا راه جوج لواحد لا واحد لواحد يلا لقيتوا لي اول اغنيه خصك تلقاها ماشي ما يجاوبش بحال بيلانتيات فهمت صعب ودبر معك نتوما سبعتون معك زعما استاهل باش نتفكر الجار انا عطيت وجاوب نعطي سير عندك شي حاجة وتفكر سبعاتهم طرح ازاي انت قدعان ديري قدعان كيف ديري كيف نفتلك ديال المهرجانات
تقول هيا جدعان وكمل صافي غادي يكون خير سال الوقت ولا 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 الصحاب يلا مش جدعان يلا ولا 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 اوكي نمر شو عندك يا خويا انا شو بغيت لك نمر نمر لا راه هو تيقول انا كنعرف هذاك الحوايج ديال النمر ما كنعرفش حاجه اخرى من غير لي في حوايج النمر زعما يقدر يكون حوايج النمر النمر بحال بحال صح واخا يكون مقنز عمر جو الغابه ما خسرت وصل المنشر الجدر والفار غلاض وكبر والعدبال والنمر كان سعد خونا هذا مطحش على قد العيبه انت دابا شي حاجه راي ولا شي حاجه ولكن تكون غابره انا نقلب بلاش ضريفه سي من مري بغلينا الخير لا ضريفه مع سبعات ولا تكون كنبي كنبي الكونسلات طول كيلعب دور والشعر الشعر قرع سي كلمه رونديفو عندي معها رونديفو في البار تنترن وغادي نضرب مع الباغي نلقاها تنترن يا غير وصلت قال لي وجيت نوطار تنترن لقيت هشام بارك معاه كنضحك ولا كان هشام كلو فاهمين والله ما كان زوج لواحد زوج لواحد زوج لواحد برافو من جو الشعبي غنمشيو للجو ديال الراب الشعبي نيت تقليش لا خويا لا الراي 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 سير الراي ما تقليش الحوت عليا انا يا صديقي سوق النساء ماش سوقي لا جعلوش في طريقي ولا تقليش الحوت عليا برافو برافو سمعتو عزمنا التعادل زوز زوز دري اول مره شحال هادي ما وصلناش كلمه واحده دابا كلمه واحده حاسمه صعب سير سير داكشي ديالك سير داك عربي جيت الخليج سير داك عربي جيت الخليج وحق الله سير داك هاني رمزي ولا ما سميتش ولا كيخرج الغرام الغرام يا سلام يا سلام قدي حلو الغرام يا سلام الكلمة ديالك هما اللي بداو الاولين الكلمة ديالك الا عطيتيها لهم وزقلوها برافو زكريا تسال زوج هو اللي رابح دابا النمل 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 هذا كيش بدأ حيوان ناسيونال جيوغرافي نمل نمل كتعصبني بالضحك بقى ما سالش 15 يوم كيعجبني نشوفهم كيفكروا النمل كتستفزني مقاش الضحك كاينه عندك وراه بلاصه النمل صافي سير قول يا بلاد الخل جامي ياكل النمل يخرج المصطفى ونديرو داي داي برافو زكريا ايوا كان هذا هو زكريا زينب نقولو شكرا لك خويا برافو برافو ورا جاي تسال الجوز راه ما عندك ديما كتخسر ثلاثة الزير ثلاثة الجوج ولا ثلاثة الزير برافو 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 اليوم جبتو جوج برافو زكريا برافو زكريا سكريا مريم بلاطو كامل بغينا التهلال ونقولوا شكرا سبعاتون كانت حلقة واعرة شكرا لكم حتى نتوما اللي كنتو شادين معنا السونة على إذاعة أم أف أم شكرا زكريا شكرا خويا هشام شكرا مريم شكرا ماي براذر شكرا زكريا مدني شكرا حمودة داريس شكرا سعيدة شكرا ليكيب اللي حضرات معنا شكرا لكم وشكرا بزاف لأيوب حتى هو اللي صراحة قدم لك الدعم من النهار الأول حتى اليومنا هذا كنتمنى لكم أخويا مسار موفق وإن شاء الله في الألبوم غادي نتلاقاو وغادي نتعاونوا ونكولابوغيو مجموعين إن شاء الله نديروا شي كولابوغاسيون كبيرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ومرحبا إذاعتك أخويا هذه كلمة الأخرى للجمهور ديال الأم أف أم اللي كيسمع لك شكرا للجمهور ديال الأم أف أم وشكرا لكم أنتوما كاملين وشكرا للناس اللي حضروا الله يحفظك صراحة كانت حلقة زوينة صراحة لقيت راحتي وحسيت براسي بحال مريح في الدار شكرا شكرا لك اخويا التراك اللي نساليو به شنو ميلانو عاوش نساليو اخويا نساليو ميلانو ميلانو غنشدو بها السونو شكرا لاي واحد كيتفرج وكيدابا كيكومونتي بطريقة واعرة لسبعاتون وكل جمعة بقاو شادين معنا ستون